سير يلاه سير 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 هنا بمدينة فاس كي كتشوفوا مباراة في كرة القدم لمبتوري الأطراف. هذه المباراة النهائية في كأس العرش. اللي كتنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمبتوري الأطراف. هذا نهائي كأس العرش اللي كيجمع وهدف وهدف كتشوفوا هدف. كيجمع النهائي بين أمل سلا والنادي الرياضي البيضاوي. في أثناء النادي الرياضي البيضاوي كيسجل هدف، هدف لصفر لفريق النادي الرياضي البيضاوي. الهدف تسجل في الدقائق الأولى من المقابلة. وهذه كتعتبر الأطوار النهائية للموسم الرياضي 2019-2020. المقابلة اللي كتكون فيها 25 دقيقة في كل شوط. شوية شوية معنا حكام المقابلة إدريس بن قاسم وزعر بلال، هما اللي كيقودوا هذه المقابلة النهائية لكرة القدم لمبتوري الأطراف. مشاهدينا الكرام، هاد الناس هادو اللي معاك يكون معاهم دائما مقابلة ممتعة وكتكون معاهم دائما فرجة. معنا مشاهدينا الكرام احد اعضاء الجامعه. هذه قلنا شكون اللي كيجمع هذه المقابله وشنو هو الدور ديال هذه المقابله بالنسبه لهذا البطل الاطراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم كنتواجدوا باكاديميه اقتبي لكره القدم في اطار كاس العرش لكره القدم اليوم بطل الاطراف اللي كتنظموا الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الاشخاص في وضعيه الاعاقه. فالصباح كانوا يعني تنافس اقصائيات ما بين جمعيه ابناء فاس وجمعيه امل سالا، والماتش الثاني كان ما بين الوداديه المغربيه والجمعيه ديال التنميه والرياضه. دابا كنلعبوا الماتش النهائي اللي كيجمع ما بين امل سالا والنادي الوداديه الرياضيه المغربيه للمعاقين. فالجامعه مشكوره يعني كتنظم هذا الكاس هذا للاشاره، فهو ديال الموسم 2019-2020 اللي كان توقف بسبب كوفيد. فالجامعه مشكوره يعني انها كتبذل واحد المجهود باش توجد واحد المنتخب مغربي اللي غادي يمثل المغرب ان شاء الله في نهائيات ديال كاس افريقيا لكره القدم اليوم بطولي الاطراف اللي غادي تقام بتنزانيا في شهر 10. فكما كتشوفوا يعني عندنا مهارات وعندنا يعني ناس دراري يعني عندهم في رجليهم كما كنقولوا.
كاينين المواهب كما كتشوفوا، يعني ان فاش كنتفرجوا يعني ان ما كنحسوش بواحد النقص عندهم، يعني كنشوفوا يعني ان بحال كنتفرجوا في ماتش عالي، يعني كان اللي كونت سيزو، كاينين مراوغاز، كاينين يعني الحمد لله يعني عندها طاقات اللي نقدروا نعولوا عليها. وكما شفتوا يعني حتى الحضور يعني الحمد لله كان حضور قوي، وكنشكروا شوف التي في على المواكبه ديالها لهذا الحدث هذا، ودائما يعني كتغطي الاحداث اللي الرياضيه ديال هذه الفئه هذه اعزائي القناة. يعني هذه المواهب هذو خاصهم غير يعني شويه ديال اليد المساعده، وفي الجامعه الملكيه يعني كتقوم بجميع اللازم كما كنقولوا باش تحاول يعني ان تبرز ويعني تواكب هذه الفئه هذه. فكنتمناو من الاعلام يعني يحاولوا يسلطوا الضوء على هذه الرياضه هذه، لان حديثه انا في المغرب يعني اول موسم اللي كنلعبوا، الحمد لله يعني كاينين طاقات شابه اللي نقدروا نعولوا عليها. وشكرا مره اخرى شوف التي في على المواكبه ديالها، وكنشكركم بزاف لانكم دائما كتحضروا معنا. شكرا. مشاهدينا الكرام كي كتشوفوا نهائي كاس العرش في كره القدم. شوفوا جمهور نهائي كاس العرش اللي كتنظموا الجامعه الملكيه المغربيه للاشخاص ذوي اعاقه. هناك حضور، هناك واحد التشجيع. هذا حميد كاين واحد الحماس في هذه المقابله مشاهدينا الكرام. في الاول خليكم مشاهدينا الكرام مع اطوار هذه المقابله النهائيه اللي كتجمع بين فريق امل سلا والنادي الرياضي البيضاوي اللي منتصر في هذه الاثناء بهدف لصفر. هذه المقابلة النهائية مشاهدينا الكرام كيقودها الحكمين إدريس بن قاسم والزعر بلال. يسير حرك تما ديالك ها هي هو مالك المرة الجاية لا تما وليدي تما دخل السلطة سهلة مشاهدينا ومتابعي قناة شوف سبور. عطيك باس زوين يلا راه والله راه القلا امشي عليا لعل. كنتقرب لكم دائما الاحداث الرياضية، وهذا نهائي في كأس العرش لمتوري الأطراف. برافو عبد الله هي زوينة هذي. وهذا النهائي هو ديال 2019-2020 مشاهدينا الكرام. سير عبد المنعم سير. ايوا سهله نزل فوالا. وهدف التعادل، هدف التعادل في هذه اللحظه. امل سلا كيسجل هدف التعادل. مشاهدينا الكرام مقابله حماسيه بين الفريقين، والفريقين كنرحبوا بهم دائما بمدينه فاس وجميع الفرق الوطنيه. شوف عبد الله زيد لي قدام اخويا. ارجع اطلع عليا كرة اطلع. يلا لا جول. شوف اطلع اخويا هناك نصائح من المدربين ونصائح من اطر للاعبين وتشجيع. البالون
شوفوا مشاهدينا ضربه خطا على مشارف المرمى، للعلم ان حارس المرمى كيحبس غير بيد وحده، ما عندوش الحق يحبس بجوج يدين. وقف تما مع هذاك. جر هنا منعم، جر شويه لهنا. سدوا سدوا بيناتكم، سد بيناتكم الشمشور، سد بيناتكم تو منعم. ما تنش بيكي، سد بيناتكم. لصقوا صالح، لصقوا. برافو، تبع كرة صالح، ياك صالح، ياك صالح. سير صالح عندك، سير عبد الله. يا حامي، حامي. يا كرام، هناك لمسات، هناك تقنيات. ما شاء الله عليهم. لتذكير مشاهدينا ومتابعي قناة شوف سبور الرياضية، نهائي كأس العرش لموسم الرياضي 2019-2020. هذا النهائي كيجمع بين أمل سلا والنادي الرياضي البيضاوي هنا بمدينة فاس. سير توفيق عند هذا، كيخليها هذا، خليها. عبد الله، عبد الله. سهل عبد الله، صافي. همشي أنا، همشي ديالنا، ديالنا. عبد الله، عبد الله معك. يلا اخويا عبد الله، ارجع لي، ارجع لي. يلا سالي عبد الله، وين عبد الله معاه؟ هدف، هدف، هدف. كتشوفوا جمالية الهدف مشاهدينا الكرام. النادي الرياضي البيضاوي كيسجل الهدف الثاني. كتشوفوا مشاهدينا الكرام جمالية الهدف وروعة الهدف. لعب كرة عبد الله شيبة. صلاح ثقة اخويا. انتم دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف سبور، نهائي كأس العرش لفتوري الأطراف بالنسبة لي سنة 2019-2020. شوف شوف العب العب العب. لتذكير مشاهدينا أن في كل شوط كتلعب 25 دقيقة. شوف المنعم، شوف واحد فيكم يشوف ديريكت. عبد الله سهلة سهلة، وقف تما وخلي توفيق يجي لنا. توفيق هضر عبد الله، هضر اخويا عبد الله. دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف سبور، المقابلة النهائية لكأس العرش. وهدف التعادل، هدف التعادل. ما شاء الله، خطفة مركزة على يسار الحارس، هدف التعادل، هدف إلى مثل مشاهدينا الكرام بين أمل سلا والنادي الرياضي البيضاوي. يلا صالح، يلا صالح، يلا يلا خويا صالح، ديالنا ديالنا صالح. عمر هذاك صالح، صالح توفيق بقى مع هذاك، بقى معاه. زيد مع بارير، زيد زيد بارير، زيد سهلة سهلة سهلة. طوع طوع، اسكت اسكت شوية. طلع عبد الله، طلع طلع بالبالون، طلع بالبالون. ها وحدك، ها معك تفر. لا منعم، يا لا منعم، طلع الصلاة. يا عبد الله،
بشويه عندنا بشويه ديالنا ديالنا هذا من عندنا توفيق هذا توفيق هذا مورا اضرب بشويه مرات جاي بشويه هاي ضربه خفيفه تجيبها بشويه عبد الله تما توفيق 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 شوف اللي بغا ياخذ كي كتشوفوا مشاهدينا الكرام احنا دائما في المقابله النهائيه لكره القدم لكاس العرش لسنه 2019-2020 هذه المقابله اللي كتجمع بين فريقين امان سلا ونادي الرياضي البيضاوي هنا بمدينه فاس ارن اخويا شوف يلا منعم يلا منعم كرة القدم لمبتدأ الأطراف الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني مشاهدينا الكرام شوف بحالك بشويه هناك حماس أمل سالا كيسجل الهدف الثالث منعم خويا منعم سالا صراحة كنشوفوا أهداف رائعة وجميلة هذه المباراة لكرة القدم لمكسور الأطراف هناك تقنيات هناك قانون خاص لهذه اللعبة ما يدري بيستد عنده صالح حيد يا توفيق هاو هاو صالح دوز صالح ولا ودي برافو سير سير كمل لا توفيق كمل كمل برافو اجي ناصر اجي ناصر ها هو منعم ها هو ها هو طالع ها طالع صلاح برافو برافو صلاح ما تضيعش هذه ركز معايا ها ما تعرفش مشاهدينا الكرام لقطات رائعه تقنيات ما شاء الله عليهم هاد الوليدات صافا صافا يلا يلا قلب 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 يمشي غيدريب غيدريب يمشي سير اخويا سير اخويا وقف على البالون عبد الله وقف على البالون توفيق هاو قدامك هذا الخمسة نهائي كاس العرش لمبتول الاطراف هنا بمدينه فاس بين فريقين الفريقين امال سلا النادي الرياضي عبد الله البيضاوي ركز على الماتش عبد الله مصطفى الثاني خليني مركز اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لمبتول الاطراف هذا النهائي هذا النهائي كي قلت مشاهدينا الكرام 2019-2020 صلاح صلاح تحرك اللي تاجل بسبب جائحة كورونا عبد الله هضر عبد الله خويا هضر بان خويا توفيق الكره بان الكره دوز دوز صلاح دوز سير سير اخويا عطي صلاح عطي صلاح سير سير دوز عبد الله دوز سير صلاح عبد الله معليش 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 البالون البالون وجي له تو صلاح هذا كامل برافو عمر عليها توفيق عبد الله عاونها عاونها ديالنا ديالنا سير عمر عبد الله سير يلعب كورنيه ديال عندك عندك
لك حماس باللاعبين مشاهدينا الكرام. المقابلة هي نهائي كأس العرش لمثل الأطراف. صافا صافا ولا ولا صافا صافا في فوالا لعب لعب عطيه حيد عطيه حيد قول صافا تبع 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 توفيق تبع 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 حيد حيد لعب دابا لعب شويه لعب عبد الله عبد الله خلود الكره محاوله للفريق خلود عبد الله النادي الرياضي البيضاوي تذكير بالنتيجة أن فريق أمل سلا وتوفيق تفوق 3 أهداف 2 على فريق النادي الرياضي البيضاوي. صافي ماشي مشكلة تدخل سفلي غيكون السعد. ها هو وامشي بيدك يلا هكاك هكاك هذاك خارج من الماتش هذاك خارج من الماتش هذاك اجا صالح اجا صالح اش ودي اش شونجمون في راه شوف رجليك راه واقله اش ديك الرجيله راه قبيله تتشكى من الناجح برافو صلاح يا صلاح يا صلاح اتوفيق هنا خويا مول بالون اتوفيق مول بالون عبد العالي عبد العالي لعب واحد واحد سير اتوفيق كمل خرج خرج شمشون خرج ولا شمشون والو والو محاولة لفريق نادي الرياضي البيضاوي فوالا فوالا عبد العالي يا يا خوي عبد العالي خرج لهنا شويه فوالا ماكوك دوز لعب لعب صافا صافا توفيق توفيق هنا 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 توفيق هنا توفيق هش 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 كتشوفوا هذا اللاعب هذا زيد عندي زيد ما شاء الله عليه توفيق ها هو سد هذه الجهه هذه سد سد دابا زيد زيد توفيق زيد يلا تعالي يلا تعالي سهله 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 ولا توفيق مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف سبور الرياضية ثم دائما معنا في المقابلة النهائية لكأس العرش لمثور الأطراف بيان جوي عبد الله بيان بيان جوي ولدي بيان بنعيم